اسعد الله مساءكم، اسعد الله قلوبكم، ها آه نحن نتواصل معا ولقاء جديد من لقاءات المعرفة والنهضة والتنمية، برنامج البوصلة في حلقته السادسة ومساء جميل من مساءات الموصل، أيها الأحبة الكرام تتواصل الرحلة معكم، قبل أن نبدأ التصوير سألني أحد الشباب في منتدى قنطرة، قال ما معنى البوصلة؟ في الحقيقة هذا التعريف عندنا ارتباك بها، احنا عادة في المدن هناك شوارع في الطائره يستخدم الابراج للمسار في السفن ليست هناك شوارع وليست هناك طرق انما هناك من يحدد المسارات هي البوصله. عاده عندما تتحطم السفن الشراع ينكسر يعني السفينه تتحطم لكن في اخطر ما تواجه السفن وفي الحياه في هذه الطبيعه ان تفقد السفن مساراتها، لا تعرف اين اليمين؟ اين اليسار؟ اين الشمال؟ اين الجنوب؟ متاهه. في الحقيقة الكرة الأرضية اليوم والثمانية مليار إنسان يعيشون في حالة من المتاهة والحيرة والارتباك والقلق الناتج عن الظلم المتوارث والهيمنة التي سطت على الأرض هذا الشاب لا يدرك ما معنى البوصلة لأنه يعيش في قلب الأزمة لكنه لم ينتبه إلى أن حياته أن حياته ومصيره ومستقبله مرهون بتحديد المسار. نحن نستيقظ كل يوم صباح كل يوم لا نعرف ماذا نريد، لا نعرف الى اين نسير. الحياه تدفعنا قسرا وكرها وهذه هي المعضله التي يبحث عنها برنامج البوصله ليحدد المسارات التي ربما ستعين الناس على نهضه جديده وتنميه جديده ومستقبل مشرق بهمتكم وحكمتكم وتعاونكم وحواراتكم نبدا حلقه اليوم على بركه الله. في الحلقات السابقه يا أيوة الاحبة الكرام ناقشنا اثر الحلول الترقيعيه في معالجه مشكلاتنا بالموصل وضربنا امثله عده وقلنا انه لابد لابد اليوم ان نتكاشف ونتصارح ونكون اكثر جراه مما هو عليه الان. لدينا كم كبير من المشكلات وهذه مشكله والذي ادهى وامر ان هذه المشكلات تتكاثر وتتعاظم وتتوسع الحلول لحد الان ترقيعيه قضيتنا قضيتنا ليست سياسيه وليست اقتصاديه وليست تعليميه وليست قضيه رواتب او ماء او كهرباء او سمك يموت في البحر قضيتنا ان ثمه افكار مربكه ومحيره وخطره وسامه دخلت إلى الفضاء الثقافي في بيئتنا واستوطنت واستطاعت أن تؤسس لها وبالتالي ثم تبريرات كثيرة من المجتمع المجتمع بعض الأحيان يجمع الفكرة ونقيضها المجتمع بعض الأحيان يتغاضى عن خطر فكرة معينة اليوم مع جنابكم مع مصارحاتكم راح نبدي نفكك هذه المنظومة المعقدة من الأفكار الخطيرة التي عشعشت في ذهننا وفي فضائنا الثقافي. أيها الأحبة الكرام، المدن كالإنسان تولد وتنمو وتشيخ لكنها عصية على الموت، المدن لا تموت. المدن في حالات الحروب قد تصاب بأمراض الصدمه والترويع، بعد كل حرب سنشاهد فكره جديده هي تحدي الحياه. الانسان بطبعه يتشبث بالحياه لا مكان للياس، لا مكان للاحباط، رغم كل بشاعات الحروب، رغم كل بشاعات ما ذقناه من ويلات في الموصل لا مكان للياس، لا مكان للاحباط. المدن كالانسان تولد لكن الولاده نفسها ايها الاحبه، الانسان يولد وينمو، ينمو جسديا. ربما يكون حجم وزنه كيلوين ثلاثه لكن بعد مرور سنتين ثلاثه يزداد وزنه اسنانه تظهر يستطيع ان يمشي شعره هذا مشاهد هذا النمو وبسيط جدا وممكن هذا يعني اذا مثلا طفل يولد اعور او اعرج ما داعي تروح الى الطبيب انت تشخص المرض ما هو اخطر من النمو الجسدي هناك نمو عقلي اول ايام الطفل لا يعرف واحد في اثنين لكن بعد مرور فتره يفهم في الرياضيات يفهم في العلوم لما يدخل المدرسه يستطيع ان يكتب يستطيع ان يرسم هذا النمو العقلي ايضا مشاهد يعني الان انت لما تسال شاب عمره عشرين سنه في بديهيات العلوم مثلا تقول له خمسة في خمسة وهو طالب الجامعة إذا ما يعرف يعني راح يعرض نفسه للسخرية فايضا هذا الجانب الثاني الجانب العقلاني ممكن نؤشر احنا. المرض الوحيد الذي ما يحتاج طبيب يشخصه هو الجنون. لو هسه الان نشوف مجنون يفتر بالشوارع سنقول جميعنا نقول هذا مجنون، نشخص هذا المرض. انا الان معني باخطر اشكال النمو. النمو الجسدي، النمو العقلي هذا انتهينا منه، لكن النوع الثالث من النمو وهو النمو الوجداني. ما معنى النمو الوجداني؟ يعني انا لما يولد الانسان يولد ومعه كتله من المشاعر، هذه المشاعر تنمو عن طريق التنميه، هناك تغذيه، الجسد ينمو لما نطينه موز ولحم وخبز ولبن، العقل ينمو لما نعلمه رياضيات ونعلمه لغه ونعلمه علوم. المشاعر والوجدانيات تنمو ايضا عن طريق بديهيات المجتمع، المجتمع المجتمع كأي مجتمع في العالم كأي مدينة في العالم هناك مسلمات هناك مشاعر هناك قابليات للاستيعاب هناك قناعات هذه غير مشاهدة أيها الأحبة وهنا الخطورة يعني بعض أشكال الحياة يعني إحنا مثلا يعيبون علينا أكل الباتشا مثلا لما تروح إلى أوروبا يقول لك أنا مشاعري تتقزز أنه أكل يعني جسد حيوان متفسخ، احنا عادي ناكل الباتش. الخيار مثلا ايها الاحبه نغسله وناكله، لكن في اليابان يتقززون ان ياكلون الخيار بهذه الطريقه. تعلمون كيف ياكلون الخيار باليابان؟ يقلون الخيار بالدهن، احنا نتقزز من اكل الخيار بالدهن. هذه الوجدانيات تؤسس الى ثوابت في المشاعر. نحن الان الانسانيه الثمانية مليار انسان في الكره الارضيه لما نشوف يتيم لما نشوف ارمله ثكلى لما نشوف لما نسمع موسيقى حزينه لما نشوف مشهد مربك نبكي لما نشوف شيء مضحك نضحك نتحد بالمشاعر هذه ثوابت لكن بعض الحياه بعض مشاهد الحياه تجعل من نمونا الوجداني يعني معكوس او مرتبك او هو مصدر خطر على حياتنا سنؤسس أو سنسلط الضوء على بعض إشكالات النمو الوجداني ومن بدايات ما ننمو نحن في بيوتنا نحن مع الحليب نرضع ثقافة معينة وهذه الثقافة تجعلنا نتحسس من كثير من المشاهد يعني مثلا إحنا وأنا دائما أكرر مفهوم الطاعة العمياء احنا في وجداننا في مشاعرنا نقبل من يتسلط علينا لماذا ثم الثقافة باللحظات الأولى تستدعي من الجنين وهو لا يدرك شيئا هذا الجنين ينتبه إلا أن فلان هو الأب وفلانة هي الأم وأن هذا الأبيض هو الحليب وأن هذا الأصفر هو العصير فنحن نرغب هذا الطفل الرضيع نرغب بحب الأم هذه فلانة وأي واحد غريب تجد أن هذا الجنين يتحسس من أي غريب لا يبادل المشاعر، لا يتبادل المشاعر مع هذا الغريب، فيتقرب من الام، يتقرب من الاب، يتقرب من الحليب، اي شيء بعيد عن بيئه هذا الجنين، نحن من يبث عند من يبث عنده الكراهيه والصدود والتوجس والحذر الزائد والتحوط. من هنا تبدا مشاعرنا ترتبك. نقله اخرى لما ندخل في الايام الاولى الى المدرسه المعلم وهو يعلمنا جدول الضرب يعلمنا كيف نكره فلان ولا نحب فلان ونحذر من فلان وهنا قد يصح لهذا المعلم ان يكون ضمن سياق ثقافي معقول جدا ان نحذر مما ينبغي ان نحذر منه لكن انا اؤشر هنا الى التحوط الاكثر من اللازم نحن في الساعات الاولى من خروجنا من البيت ودخولنا المدرسه يجهزوننا مع حقيبه الكتب والدفاتر بمجموعة لستة من ال دير بالك من فلانشي ودير بالك من فلانشي واحذر من فلان شيء وإذا اقترب منك فلانشي تبتعد عنه وهناك مرتبة قاسية أخرى اه ندرب أولادنا وندرب طلابنا أن من يعتدي عليك فعليك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه هذا الكلام صحيح لو كان مبرمجا ضمن المشاعر الوجدانية التي تنمو بالصبغة الإنسانية التي تصحح مسارات الحياه. ايها الاحبه الكرام الحلقه السادسه من البوصله مستمره معكم ونخرج فاصل قصير ونواصل الرحله معكم. وعوده مجدده معكم ايها الاحبه الكرام والحلقه السادسه من برنامجكم برنامج البوصله حيث الابحار الى التصحيح. والنهضه والتنميه الفكريه العقلانيه. ايها الاحبه قبل الفاصل تحدثنا عن موضوع النمو الوجداني. اكثر الناس يتحسسون وجدانيا هم الامهات والاطباء ورجال الاطفاء. رجال الاطفاء تعلمنا منهم ان النار لا تطفئ النار، الماء يطفئ النار. كثير من مشاهد الحياه نحن نستخدم النار كوسيله فاعله لاطفاء نار الكراهيه والبغضاء. وجدانيا ثمة ثغرات في فضائنا الثقافي، اليوم سنسلط الضوء على كثير من هذه المشاهد، قلنا في حلقات سابقه لا وجود لملائكه على ارض الموصل او على ارض بلاد الله الغاليه، لا وجود للملائكه، نحن بشر نخطئ ونصيب يصدر عنا اشنع السلوكيات ويصدر عنا ملائكيه مرهفه شديده التحسس. في حلقة في الحلقة الأولى قلنا لا يوجد لمصمم لأي آلة أو ماكينة أو سيارة الكفاءة مالها تكون مئة بالمئة لا يوجد هذا يعني عبث إذا يصدر عني وعنك إشكالات وإخفاقات وتحوطات وجدانية هذا في المسار الطبيعي أنا الآن في حلقة السادسة أرصد المشاعر التي قبلناها ويجب علينا أن مفروض كان ما نقبلها أيها الأحبة الكرام في الساعات في الدقائق الأولى لاستلهامنا للحياة الطالب عندما يدخل المدرسة في الدقائق الأولى تظهر معادلة اسمها المعادلة الاتكالية والاستقلالية طبعا في اليوم الأول وكلنا نحمل ذكريات يعني في دخولنا إلى اليوم الأول كنا أشد التصاقا بالأم أو الأب ويمكن ما نقبل أنه الأب يعوفنا بذاك اليوم وأغلبنا جلس الأب معانا على الرحلة واستمر النهار كله معانا لماذا لأننا لم نتحصن وجدانيا ثم حذر شديد من الآخر كائن من كان هذا الآخر طبعا هذا الآخر هو ابن محلتي يعني المدرسة حوت أصدقائي اللي هو جيراني أساسا لكن الثقافة التي تغذي الحذر الزائد والتحوط الزائد جعلتني أنا في أي يوم وجعلتك صديقي العزيز مشاهدنا الكريم في أول يوم في المدرسة تتحذر وت... هذا في اللاوعي طبعا أنت تتحذر فتصر على أن الأب يجلس معك هنا المشهد يقول أن الاتكالية هي مئة بالمئة أنك غير مستقل بقرارك الوجداني والسلوكي والمعرفي والعقلاني أنت مئة بالمئة تعتمد على الأب الذي سيسلم صلاحياته إلى المعلم الحقيقة من من الاتكالية هذه المئة بالمئة إلى الاستقلالية إلى الاستقلالية تبدأ يوم بعد يوم في المدرسة إذا الله وهبك معلم ناضج وراقي ومثقف وما أكثرهم في الموصل لدينا قامات كبرى في الموصل نحن تعلمنا على أيادي ندين لها بالفضل من معلمينا وأساتذتنا علمنا هذا المعلم أن نبدأ قليل شيء فشيء أن نتجاوز عن الاتكالية عن الأب والأم وحتى المعلم ونبدأ نعتمد على أنفسنا، لكن المعادلة هي رغم أنها بطيئة لكنها مشجعة. يوم بعد يوم هذا الطفل يبدأ يتكل على نفسه، يكتب الواجب بيده إذا تخاصم مع صديقه مع صديقه سيجد أن القرار قراره وأنه يجب عليه أن يواجه المجتمع. أيها الأحبة الكرام، اليوم بعد معادله الاتكاليه والاستقلاليه وجدنا ان مجتمعنا يحمل طريقتين لحل المشكلات. فضائنا الثقافي ومنذ منتصف القرن الماضي لحد الان والظروف الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه اللي مرت بها البلاد والحروب الكم المذهل من الحروب التي دخلنا بها جعلتنا نشاهد مستويين من من ادوات حل المشاكل. الأداة الأولى نشاهد بعض الشباب أو بعض الأطفال أو بعض الناس يختصمون فيلجأون إلى العضلات في حل المشكلات وهذا مشاهد الآن لما تروح إلى المحاكم راح تشوف فواجع بصراحة يعني يندى لها الجبين بعض القضايا يعني لا تكاد تصدقها يعني لماذا؟ فورا لجأ هذا الذي اغتصب حقه إلى عشيرته وإلى عضلاته ومسدسه وسلطته ونفوذه وأخذ حقه وأخذ حقه بيديه. هذا مشاهد ومتراكم وإحنا يعني قد قد نجد أصدقائنا وجيراننا وأولاد عمنا. لكن ما أشرنا أن هذا خطأ وخطيئة كبرى مارسها المجتمع. المستوى الثاني من علاج المشكلات أيها الأحبة وهذا ايضا مشاهد في الموصل ان بعض الناس وخلينا نقول اغلب الناس يلجؤون الى العقل في حل المشكلات يقع في مشكله او في حادث ما فلا تراه يعني بالعاميه يبيع بوزات او عنتريات فارغه او يلجا الى الشومه والعصا والمسدس لا يلجا بابسط الادوات الى الحكمه والى قبول الاخر ومحاوله التفاهم مع الاخر وإن فشل في كل هذا يلجأ إلى القانون مشكلتنا المشهد ضبابي بعض الأحيان في بعض المفاصل بالحياة شاهدنا القانون نفسه يدين المظلوم ويعلي من شأن الظالم وهذه الإشكالية سببها أيضا النمو الوجداني يعني في الحلقة الماضية تكلمنا عن روح المبادرة يعني أنا لما جبت مثال قلت لن نشوف بالشارع أجلكم الله أوساخة وقاذورات من الممكن ان اؤشر واتعاون معك وتعاون مع الجيران ننظف الشارع لكن شاهدنا مثلا مشاهد مخيفه في الشارع وبعضنا تجاهل هذا المشهد المخيف وذهب يسعى الى مصالحه ومنافعه غير ابه وغير منشغل وغير متفاعل مع كل ما شاهدناه في الموصل. فايها الاحبه الكرام يمكن ان اعطيك مصدر الان اي مشهد نراه اليوم بالموصل ممكن تصنيفه هل هو حل بالعضلات ام بالتاملات والعقلانيات واللجوء الى الحكمه والقانون والعرف والعشائر التي قد تفكك كثير من المشكلات وتحلها بشكل مناسب. قبل سته اشهر انا شاهدت فيديو مخيف جدا عشيرتان في البصره يصطدمان وإذا بهما يلجأان إلى الأسلحة أسلحة الخفيفة والمتوسطة يعني معركة حقيقية بين عشيرتين ما الذي أوصلنا إلى ذلك؟ المدارس والثقافة التي تغذي جفاف المشاعر وجفاف النمو الوجداني أوصلتنا إلى مرحلة أن أقابل المخالف وأقابل أخي وجيراني وابن عمي بقوة العصا والسلاح والخراب الذي اورد الولاد هذه النهايات المحزنه وهذه مدينتنا المخربه بداياتها كانت في ثقافه الكراهيه، ثقافه البغضاء التي رايناها ولم نؤشر خطورتها على حياتنا المستقبليه. ايقاع الحياه ايها الاحبه الاعزاء في العالم ايقاع سريع ثمه مشاهد عنف، ثمه ضجيج، ثمه ابتعاد عن جوهر الحياه. قبل فترة جلس أكبر فيلسوف الآن للحداثة هابرماس مع البابا بندكتس السادس عشر قبل هذا البابا جلس في حوار حوار المصير الإنسانية اليوم ثمانية مليار إلى أين تذهب إلى الخراب الروحي الرجلان أشرا أن ثمة خراب روحي حتى في أوروبا أوروبا التي تشهد الآن على ظاهر قشرة أوروبا نشهد ناطحات السحاب وجسور ونهضه لكن جوهر الانسان وإرادة الانسان واستقلالية الانسان وحرية الانسان في خطر. اليوم شخصية شخصية الانسان تعاني الحيرة. في كل مدن العالم، استطيع ان اؤكد لكم في كل مدن العالم، هذان الرجلان عندما جلسا حوار الدين مع العلم لم يصلا الى اي نتيجة وبعد ايام استقال هذا البابا لانه لم يجد حتى الشغف الروحي في في الاديان لم يجد هناك من منبع او حل لمعالجه امراض الانسان التي تتفاقم وتتزايد في كل مستويات العالم. ايها الاحبه الكرام لا تتصوروا ان الانسان في الصين او كندا او في المانيا يشعر بالسعاده، ثم عطش روحي، ثمه جفاف في المشاعر نؤشرها وايها الاحبه الكرام نتواصل معكم ودعوني واسمحوا لي ان نخرج بفاصل قصير لتتواصل معكم والحلقه السادسه للبوصله وعوده مجدده وهذه الوجوه المشرقه التي تشتاق الى الموصل التي تعافى الموصل تتعافى عمرانيا صحيا تعليميا ما هو اهم ان تتعافى ثقافيا بكم ولكم ومعكم يستمر برنامج البوصله لنؤسس ونرسخ ثقافه التفكير الناقد ونؤشر اخطاء واخطار المجتمع سوية. ايها الاحبه قلنا قبل الفاصل ان النمو الاجتماعي الوجداني يعني فيه خلل ثمه معارك خفيه في بيوتنا في مصانعنا في مدارسنا ثم توجهات نظر متضادة متناقضة تنتصر تارة للعدل تنتصر تارة للظلم سنؤشر معكم كل هذا أيها الأحبة نشاهد إنسان متسامح لكنه هذا المتسامح مع القوي يكون إيش غير شكل ونشوف آخر روحي روحيته ثورية لكنه مع الضعيف تتغير المحاور نشوف إنسان مسترخي في علاج مشكلاته نشوف إنسان متوتر في علاج مشكلاته المشكلة الأساسية أيها الأحبة أن بعض, بعض طرق التواصل منقطعة وجدانيا لا أحد يشعر بأحد إلا وفق منافعه ومصالحه وأيضا حياته الخاصة أسلحة الأسلحة التي تمارس بها يمارس بها الاضطهاد الوجداني هي سوء الظن اللامبالات البغضاء التي قد تنتشر في فضاءات ما بعد الحروب تنتشر اصطفافات جديده وولاءات جديده تشيع سلاحها الاساسي البغضاء احب يعني اذكر قصه طريفه من التاريخ حتى نستلهم التاريخ احد الايام الامام ابي ابو حامد الغزالي هذا الرجل العملاق صاحب نظره تجديديه صاحب رؤية عقلانية وجدانية جمع ما بين التصوف والفقه له كتب يعني مثيرة للانتباه حقيقة هذا في يوم الأيام بعد أن بلغ مرتبة عالية كان يدرس دراسات عليا يعني يدرس على يديه 400 عمامة في الجامعة المستنصرية ويعني يصرف له راتب ضخم جدا بمرتبة وزير في أحد الأيام كان يسير مع قافلة في رحلة من مدينة إلى مدينة وإذا باللصوص والقراصنة يظهرون فجأة على هذه القافلة فيسلبون الناس يعني مثل ما الآن يعني الناس كل شيء يأخذون الذهب والأموال والموبايلات هذا الرجل لم يكن يمتلك لا ذهب ولا أموال ولا إنسان بسيط عالم من العلماء هو كان يمتلك الكتب اللي هي يعني العمود الفقري لشخصية الغزالي فاللصوص يعني شكوا أنه يملك مال فتشوه مره ومرتين ما وجدوا عنده كل شيء وجدوا كيس ملان بالكتب فاخذوا الكتب منه وهو بهذه اللحظه فزع بصراحه قال لهم خذوا روحي ولا تاخذون الكتب انا حياتي هي الكتب انا عشرات السنوات انا اكتب في هذه الكتب ما فاد ذهبوا بعيدا فهو القافله راحت هو ظل يركض وراهم معتز بكتبه الى ان وصلوا الى رئيس يعني رئيس العصابه خلينا نقول فشاف الحاح هذا الرجل الغريب توجس منه قال له تعال انت ايش عندك بابا انت احنا انت منو يعني فقال له انا عالم وانا كذا فضحك ضحكه صفراء هذا اللص هذا رئيس العصابه فقال له يا حسافه يعني مع الاسف احنا اخذنا انت من انت تعتقد نفسك من العلماء ما ان اخذنا منك الكتب حتى تحولت من الجهلاء انت الان من الجاهلين اصبحت صفر بهذه الكلمات استفاق الغزالي رحمه الله عليه وكان يقول كان شيء بدا يسري في دمي وكاني استفقت على حقيقه بقدر ما هي مره لكنها حقيقه مدهشه بصراحه ايها الاحبه الغزالي الذي فقد الكتب هو بالحقيقه لم يفقد المعرفه احنّا اليوم في فضاءاتنا الثقافية نعاني من نفس الإشكال الذي وقع به الغزالي. اليوم القوة هي التي تترجم كل تفاصيل حياتنا. الحكمة والمعرفة والكتب والثقافة لها دور هامشي. كل فلاسفة الأرض ومنهم الأحياء الذين نعيش معهم لن يستطيعوا أن يغيروا قرار يتخذه أي سياسي من مجلس الأمن. كل اطباء العالم لن يستطيعوا ان يتدخلوا في تجاره الادويه وقراصنه تجاره الادويه وهيمنه الظالمين على دم الفقراء ودم البسطاء عبر تجاره الادويه. نحن امام اشكال كبير ايها الاحبه. اليوم نحن نعيش اشكاليه اشكاليه عانى منها الغزالي وهي سطوه وهيمنه القوي على كل مقدرات واقعنا اليومي. وواقعنا المعاشى الإنسان في الصين نعتقده مرفه هو يعيش في شظف الحيد الحياة يخرج من الصباح إلى المساء عمل 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 والمستفيد الوحيد هم شركات العولمة في أوروبا وفي أمريكا المزارع في أفريقيا الذي على كفاف حياته يستغله المستعمر الغربي ويستهلك كل مقدرات وكل خيرات أفريقيا نحن نعيش تحت سطوة وسلطة وقرارات رئيس العصابة الذي أخذ من الغزالي الكتب وجرد هذا العالم لكني أيها الأحبه أفاجئكم بأن الغزالي انتبه لهذه الإشكالية وبدل من كل قناعاته والذي يدرس حياة الغزالي سيجد أن العشر الأواخر عشر سنوات الأخيرة من حياة الغزالي كانت مذهلة مدهشة غير من كل قناعاته غير من كل منطلقاته انتبه طبعا هو عاش توفي رحمة الله عليه عام 1111 ميلادية 505 هجرية عاصر الحروب الصليبية بداية الحروب الصليبية احتك بالمستعمر الغربي الفقراء الذين ركبوا السفينة وأرادوا أن يحتلوا فلسطين العزيزة في ذلك الزمن هم بالحقيقة قراصنة الهيمنه وهم بالحقيقه نشاهدهم اليوم في فضاء الموصل كثير من السراق، كثير من اللصوص، كثير من الفاسدين يقررون مسارات حياتنا، يقررون مستقبلنا، يقررون احلامنا وما هو اخطر بداوا يقررون نمونا الوجداني ويبرمجون مشاعرنا لصالح هيمنتهم وصالح سطوتهم. الغزالي عاش بعد ذلك مكافحا لهذه الفكره الجوهريه فنزل نزلها الغزالي من برجه العاجي وفهم يعني حدود اللعبه، فهم ان الثقافه لوحدها لا تستطيع ان تفعل شيئا. اليوم بعض الشباب قبل يومين في جلسه ثقافيه سالني شاب قال انا اريد استفاد منك دلني على مجموعه كتب، راسا ضحكت تذكرت الغزالي. بعضنا لا زال جامعاتنا وفضاءاتنا ومؤتمراتنا تهتم بقراءه الكتب وتفوت بعض دور احدنا مثلا من المثقفين او الشعراء او الادباء ترى مئات بل الوف الكتب هذه ازمه الغزالي ايضا عندنا في بيوتنا هذا الشاب ليث اللي اراد مني نصيحه قال اختار لي مجموعه كتب لاصبح مثلك لاصبح مثلك مثقفا أنا قلت له أنت في البيت تمارس تذهب إلى السوق تشتري فواكه وخضروات ولحم وتترس الثلاجة مالتك بالضبط أنت تفعل ذلك أنا أوجهك إلى كتب فتشتري الكتب وتملأ ثلاجة المعرفة المكتبة مالك ليس هذا المهم يا سيدي يا ليث يا صديقي العزيز ليث ليس المهم أن تجمع الكتب ولا المهم أن تقرأ الكتب كيف تجعل من هذا الكتاب سلاح تواجه به حقيقه ما نشهده تواجه بالكتاب التدني والتشتت والتمزق والذي نشاهده وجدانيا على الاقل يا ليث يا صديقي ليث املا ثلاجتك بالطعام واملا مكتبتك بالكتب لكن المعركه الحقيقيه ليست بينك وبين الكتاب أنت ستستلهم كل المعارف من الكتاب لكن قل لي بالله عليك متى تنضم معي إلى السفينة ونصحح البوصلة وننفض الغبار عن البوصلة العتيقة ونؤسس لبوصلة جديدة نقارع بها الأقوياء أهل السطوة أهل السياسة أهل العسكر أهل الأموال هل يتاح لي ولك ذلك؟ نعم سيتاح لي ولي ولك ذلك إذا قررنا أن نتكاشف نتصارح أن لا نمرر أي فكرة أنا أقول لك نصيحة قبل أن تشتري أي كتاب وبعد أن تشتري أي كتاب إذا قررت أن توافق على كل ما موجود في الكتاب فالأفضل أن لا تقرأ الكتاب إذا شاهدت فيلما أو محاضرة أو جلسة ثقافية ووافقت على كل ما يعرض في هذه الجلسة أو في هذه المحاضرة أو في هذا الكتاب فأنصحك بالابتعاد عن هذه يعني اهجر الكتاب افضل ما لم تكون لديك رؤيه ناقده تقرا وتقول هذا صح وهذا خطا وهذا جزء منه نافع وهذا جزء منه ضار هنا ستتشكل لك عقليه ناقده هنا ستركب معي سفينه السفينه التي تكاد تغرق يا ناس لا مناص لدينا ولا سلاح لدينا الا ان ننفض الغبار عن البوصله ولا تقل لي نحن وقله لا نحن نبدا واحد واثنين وخمسه وبعدين نصير قله مبدعه ونغير بوصلة الحياة ونغير مسار الحياة ونفتح طريق جديد للناس ونشعل شمعة في هذا الخراب الوجداني وفي هذا الخراب المعرفي وايها الاحبه الكرام يبدو ان الوقت ايضا سرقنا ولدينا الكثير الكثير لنتواصل معكم وتستمر الرحله معكم وبرنامج البوصله منكم وبكم واليكم والى لقاءات اخرى متجدده استودعكم الله وسائلنا الله لكم السداد والرشاد والى البوصلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته